محملة بالثلوج والأمطار من شمال أوروبا، حطت العاصفة نورما رحالها في لبنان. وكما غطى اللون الأبيض القمم المرتفعة بداية هذا الموسم، اتشحت الكرة التي لا يزيد ارتفاعها على 700 متر عن سطح البحر بالبياض أيضا. صوفر خلت شوارعها من السكان مع بلوغ العاصفة ذروتها. ورغم البرد القارس، افتقد الأهالي شتاء صوفر العاصف الذي غاب عنهم 5 أعوام. أول ثلج هايدي، يعني الحمد لله على النعمة عملت هيك ثلج، أما من قبل لأنه مشكلة كنا ناطرينها من زمان، يعني إن شاء الله عم نقول تشتد أكثر، يعني الله يبعث الخير. تتميز هذه العاصفة بغزارة ثلوجها وأمطارها، جاءت لتتوج شتاء وصف بأنه الأفضل منذ أعوام عانى خلالها لبنان من شح الأمطار. الانحسار مرتقب اعتبارا من فجر يوم الأربعاء، الرياح رح تبلش تهدأ، الأمطار بتتأخر شوي والثلوج رح تطول شوي. بالفترة الصباحية بتستمر الثلوج والأمطار، بتبلش تنحسر من آخر الفترة الصباحية. تخطينا المعدلات العامة لهي الفترة من السنة بمختلف المناطق، فتعتبر سنة أمطارها كتير منيحة، كريمة بالأمطار والثلوج. وككل مرة تنهمر فيها الأمطار، غرقت شوارع لبنان بالمياه، ما أدى إلى تصدع البنى التحتية، وعملت البلديات على قطع بعض الطرقات خوفا من فيضان الأنهر. العاصفة ستنحسر مساء الأربعاء، لكنها ستترك خلفها بردا قارسا تصل معه الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر في بعض القرى. من صوفر، غنوة يتيم، العربية.